بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يلبس لباس العلماء ويتطيلس ويركب البولة وترفع الغاشية وإذا تكلم جلس على كرسي عال وكان في كلامه سرعة وجهر وربما خطأ في الهواء على رؤوس الأشهاد ثم يرجع إلى الكرسي وكان وقته كله مأمورا بالطاعات. قال خادم الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح الهروي خدمت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. منتدى 40 سنة وكان يصلي الصبح بهدوء لشاء هذه المنتدى كلها وكان إذا أحدث جدد في وقته وضوءه وصلى ركعتين وكان إذا صلى العشاء دخل خلوته فلا يمكن أحدا أن يدخلها معه ولا يفتحها ولا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر. ولقد أتى الخليفة مرارا بالليل يقصد الاجتماع به فلا يقدر على ذلك. وقال ابن أبي الفتح بت ليلة عنده فرأيته يصلي أول الليل يسيرا ثم يذكر الله تعالى إلى أيام ثلث الأول من الليل ثم يقول المعيد رب الشهيد الأسيب الفعال الخلاق الخالق البارئ المصور 9 ألفاظ ويرتفع في الهواء لا يغيب عن بصري ثم يصلي قائما على قدميه القرآن إلى أن يذهب الثلث الثاني وكان يثير سجوده جدا ثم يجلس متوجيا مراقبا إلى طلوع الفجر ثم يخذ بالابتهال والدعاء والتذلل ويغشاه نور يكاد يخطو بالبصر إلى أن يغيب فيه يعني النظر. قال وان كنت سويده سلام عليكم سلام عليكم وهو يرد السلام الى ان يخرج لصلاه الفجر. وكان رضي الله عنه يقول لا ينبغي لفقير ان يتصدى ويتصدر لرشاد الناس الا ان اعطاه الله علم العلماء وسياسه الملوك حكمه الحكماء. قال ورفع اليه مره شاش لدانه يرى الله تعالى بعيني راسه فقال له أحكم ما يقولونك؟ فقال نعم. قال فزجره وانتهره وعاهده أنا ألا يعود إلى ذكر ذلك. ثم التمت الشيخ إلى الحاضرين السائلين له أو يكن هذا أم مبتل؟ فقال هو ملك في قوله ملتبس عليه وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال. ثم خلق من بصيرة منفذ فرأى بصره بصرة وشواها متصل بنور شهود فظن أن بصره رأى ما شهدت بصيرته وإنما رأى نور بصيرته قط وهو لا يدري. فانضرب العلماء وصوفية من سماء ذلك الكلام ودهشوا. قال وذكر أنه يرى له مرة من المرة نور عظيم أضاء بالأفق وبذلوا في ذلك نور صورا فنادتني يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. أنا ربك وتبت لك المحرمات فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اكسأ يا لعين. قال فإذا بذلك النور ظلام وصورة دخان ثم صرخ يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. نجوت مني بعلمك بحكم ربك وفيك في إحكام منازلك ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة 70 من أهل الطريق. فقلت لرب الفضل منك فقيل للشيخ بما عرفت أنه شيطان فقال من قولي أباحت لك المحرمات فعلمت أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه
وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدي.